هنعمل دلوقتي وصفة بانكيك الشوفان والموز، ومعانا دريم فانيليا راعي معانا النهاردة. هقول لكم بقى على المقادير، لأن الوصفة دي جميلة قوي، صحية قوي، من الوصفات اللي تنفع في ال7 خطوات، تنفع للأطفال، تنفع لمرضى السكر، تنفع يعني من الوصفات الجميلة جدا على الفطار للناس اللي بتهتم بصحتها. هقول لكم على المقادير. معانا نص كوباية لبن حليب، معانا كوباية دقيق شوفان أو أكتر حسب الاحتياج في الوصفة، معانا ربع كوباية موز مهروس، ممكن من ربع لنص بس حسب انتوا تظبطوها ازاي، لان هي كل ما بيزيد مقدار الموز بتبقى طرية اكتر، فاللي متمكن يقدر يزودها لنص كوباية. معانا رشة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة قرفة بودرة وبيضة، فانيليا من دريم، ومعلقة كبيرة سكر بودرة دايت، وطبعا اللي بيستحمل الحرارة، ومعانا معلقة كبيرة زبدة سايلة. معلقة واحدة مش هتعمل اي مشكلة في الوصفة، للي حابب يستبدلها بمعلقة زيت تمام، زيت عباد الشمس مثلا او زيت دور زي ما تحبوا. طيب اللي احنا هنعمله دلوقتي الطاسة على درجة حرارة قليلة، تمام. هنجيب اللبن، هنخلط فيه الاول الدقيق واحدة واحدة كده، ونحط عليه الايه البيكنج باودر. نصيحتي يبقى كيك شيف من دريم، لان كيك شيف بيفرق جدا، لان في محسن كمان فبيرفع معانا احسن. تمام، هنزود بقى دلوقتي البيضه، مننساش نحط كيك شيف، سكر البودرة الدايت. دايما انا بتكلم على انواع معينة بتنفع على تتحط حرارة، تنفع لاطفال، تنفع لكبار، تنفع لمرضى السكر، في دي حاجات تبقوا ركزوا معايا جامد فيها عشان مهمة. تمام، معانا اللي حابب يحط، لا عايز مثلا يحط عسل ممكن، مفيش مشكلة، بدله بالعسل بس زودوا ساعتها مقدار الدقيق الشوفان عشان تمسك معاكم وتظبط معاكم، وخلوا بقى لساعتها الموز يبقى نص ربع كوباية مش نص كوباية عشان ما نزودش قوي السوائل. رشة القرفة دايما بتبقى حلوة جدا في الوصفة عشان تظبط معانا سكر الدم. وهنحط طبعا الايه الزبدة، تبقى معلقة واحدة بس، تمام. وما ننساش هنحط باكو فانيليا دريم عشان معانا في الوصفة بيضة. تمام، هناخد بقى الوصفة كده، فطار حلو قوي 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 ل7 خطوات زي ما بقول، ما فيهاش مشكلة. هنحط معلقة من الزيت في الطاسة، ونعملها بالفرشة بالشكل ده بحيث ان احنا ايه نوزعها صح، ما نستهلكش زيت كتير. يعني انا مش عايزة زيت كتير، الحركة دي بتوزع لي الزيت، فبالتالي استهلاكي للزيت بيكون اقل. ايه كمان بيقلل من استهلاك الزيت والسعرات معانا؟ هو ان الطاسة تكون نوعها حلو، لما يكون الطاسة ما تلزقش فيها الحاجة بتقلل معايا استهلاك الزيت. ببتدي بقى اخد كده، لو احتاجنا نزود من الشوفان بنزود حسب التماسك. انا بنزل، بصوا بقى بنركز نعملهم احسن صغيرين مش كبار، يعني كده المقاس ده، لان هي محتاجة حرارة تكون قليلة مش حرارة عالية علشان اديها فرصة انها تستوي معانا. لو حرارتها عالية هتستوي بسرعة من تحت، ومن فوق هتفضل مازالت سايلة، ودي هتخليها مش سهل ان احنا نقلبها على الناحية التانية. مهم انها تستوي من تحت ومن فوق،
تبتدي تنشف معايا عشان تديني فرصة ان انا اقلبها. فالافضل تعملوه صغير كده. تمام. للاطفال بقى نصيحة، تزودوا بقى معلقة من الزبدة، ممكن تزودوها في الاخر. نشيل بس الحتة دي، تزودوا في الاخر خالص معلقة من الزبدة معاها، بتدي طعم حلو وفي نفس الوقت الاطفال هتحبها اكتر. الزبدة مهمة جدا لنمو الاطفال، ما نستغناش عنها. ما ينفعش ان احنا نيجي نقول لاطفال لا انا هديله سكيم ميلك، هديله مش هديله زبده، مش هديله سمنه، مش هديله مش هديله. لا، مهم جدا ان احنا ندي لاطفالنا كل العناصر ديت لانها بتخش في الجسم. الكبار كذلك، ما ينفعش ان احنا نقول انا دلوقتي عامله دايت فانا بالتالي مش هاخد زبده خالص، مش هاخد زيت خالص، همنع كل الحاجات دي. غلط. الجسم بيحتاج كل انواع الزيوت والسمنه وكل حاجه، ولكن نتاكد طبعا دايما من المصدر. لازم مثلا الزبده ابقى عارفه فعلا انها مش مهدرجه وزبده كويسه، السمنه كذلك، الزيت كذلك. ناخد حاجات قليله مش ناخد كتير. مش معنى برضو ان انا بقول لا ناخد يبقى ناخد كتير، لا، كل السر في الكميات، ان الكميه تبقى صغيره، ندي لجسمنا احتياجه من اي حاجه ولكن تبقى دايما كمية صغيرة جدا علشان ما نزودش لا في سعرات ولا في اي حاجة تضر الجسم. تمام. فدي من النصايح اللي ايه اللي حابة انصحها النهاردة. طيب احنا بنشوفه واحدة واحدة، بتبتدي بقى واحدة واحدة كده زي كأني بسوي كيكة على النار، تبتدي تنفش معايا، تعمل هواء من فوق عشان هنا دلوقتي بيشتغل بقى البيكنج باودر، بيبتدي يشتغل معانا واحدة واحدة. لو انا عليت الحرارة هتتحرق معايا من تحت، فايه واحده واحده لازم نصبر عليها، ما نستعجلش عليها خالص، على نار هاديه. معانا نص كوبايه حليب، ممكن استبدال الحليب بلبن جوز الهند، ينفع نعمله عادي جدا في البيت. معانا كوبايه دقيق شوفان او اكتر، ينفع نجيب الشوفان ونطحنه في البيت. معانا ربع كوبايه موز مهروس، رشه ملح، معلقه كبيره بيكنج باودر او كيك شيف، معلقه صغيره قرفه بودره، بيضه، فانيليا من دريب، ومعلقه كبيره سكر بودره دايت، وينفع استبداله بمعلقه كبيره عسل، معلقه كبيره زبده سائله. بس احنا خلطنا كل المكونات دي مع بعض بالترتيب الاول، اللبن والدقيق الشوفان، بعد كده حطينا بقيه المكونات اهو. بصوا الطاسه دي مثلا، لا الطاسه دي بيلزق فيها زي ما احنا شايفين كده، الطاسه دي مش حلوه بيلزق فيها اهو، المفروض ما يلزقش خالص معايا خالص. دي وصفه المفروض ما تلزقش خالص في الطاسه، فده معناه ان الطاسه دي مش حلوه اهو زي ما احنا شايفين. بس المهم انتوا شايفين اللون معايا عامل ازاي، والمقاس بيسهل جدا انكم تقلبوا. احنا عايزين اللون ده، هي هشه جدا، فخلوا بالكم انتوا بتقلبوا انها ايه تبقى صغيرة عشان تعرفوا تقلوها من غير ما تتكسر معاكم، لان دي الشوفان غير دقيق الابيض العادي، دي شوفان ما فيهوش جلوتين، فهتلاقوه على طول سهل جدا التكسير فيه عن الدقيق العادي. تمام. فالمعلومة دي بس مهمة نبقى عارفينها. نحط بقى كده على طبق، ناخد كده، ناخد الناحية دي احلى كده، وانزل بقى عليها كده، وانزل عليها كده. تمام. ولسه هكمل اعمل كم يعني اعمل كمان واحدة او اتنين بحيث ان ايه يبقوا معانا شكلهم حلو. دي للأسف عملت مني، معلش، بس انا محتاجة طاسة بقى تانية عشان اعمل فيها، او نشوف اللي جاهز معايا ممكن نستخدمه في مقاسات، كذا مقاس معانا اهو. نعمل بس طبق حلو كده مع بعض، وزي ما قلت للاطفال ينفع جدا انكم ايه تحطوا زبده في الاخر خالص في الطاسه، ممكن شويه زبده، بتدي طعم حلو جدا وفايده للاطفال. حط دول رصهم بالشكل ده، بس هي في الاخر الصح بتبقى كده اهي. بصوا انا ماسكاه في ايدي ازاي اهي، بتبقى كده. تمام. هي دي
البانكيك المظبوطه، المقاس المظبوط. هي لو ما كانش بس طاسه بس بتلزق، بتلزق يعني الحاجه لزقت فيها، كان زمان كله مظبوط معايا. تمام. في بقى ممكن تعملوا مقاسات، ممكن مقاس اكبر ما يبقاش كله مقاس صغير، حسب اللي انتوا حابين. طيب انا بقى هبتدي بس ان انا اظبطها للتقديم بس معايا كده عشان يبقى شكلها حلو. نحط مثلا، تعالوا هنا احسن. بصوا في اشكال كده تقديم بتبقى لذيذة قوي للاطفال، بتبقى بالطريقة دي. بصوا عسل قوي. بشكر روان على شغلها الجميل العسل ده، وإيريني. نقدر بقى نحط مثلا، نرص بقى للأطفال مثلا، بيبقى لذيذ قوي لو رصنا لهم حركات كده، مثلا موز، خليهم هم يرصوه علشان يفرحوا كده لما بيعملوا الحاجات دي، بياكلوا أحسن يعني. أنا بلعب دلوقتي، ف حسب بقى إيه ما تحبوا، حسب سنهم أعملوا بقى شوية الحركات دي. تمام. مهم عندي بس انكم ايه، تبقوا الوصفة عندكم. تمام. بما اني بدأت الشكل ده فهنهيه بس عشان ايه. مع اني كان نفسي احط فراولة كاملة، شكلها حلو قوي هنا. يلا بقى خلاص كده، واحدة اخيرة. تمام حلو كده. ممكن بقى تحطوا عليه عسل ابيض للاطفال بمنتهى السهوله كده على الوش. هتلاقوهم بقى بيحبوا لو طبق زي دوت كده للاطفال على الفطار، يقعدوا ينقنقوا في الفاكهه اللي حواليها كده وفي البانكيك، هيحبوه جدا. بس صغير او كبير، بس اللي عاملين 7 خطوات ما يحطوش عسل بقى، خلاص كفايه ما نحطش عسل خالص.